أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من جنوب سيناء يقول: كانت بالقرب منا امرأة طيبة جدا، ولكن سبحان الله مغير الأحوال، تغيرت هذه المرأة وصارت تزعم بأنها ولية، وصار الناس يأتون إليها من كل مكان، وغالبا ما تأمرهم بالذبح مع زيارة الأموات، فهل من نصيحة لهذه المرأة؟ نعم، يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تترك هذه الأعمال الشركية والكفرية، لأنها تخرجها من دين الإسلام، ولو ماتت عليها صارت من أهل النار والعياذ بالله. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتبادر بالتوبة لتموت على التوحيد وعلى الإسلام، فتكون من أهل الجنة بإذن الله. أما لو ماتت على هذه الأمور وهي الذبح لغير الله والاستغاثة بالأموات وغير ذلك، فإنها تكون مشركة. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم.